احلى عمري هو 25 سنه اللي قضيتها بمغسله الاموات. لا اتقاضى ولا ريال. مجانا. الان مساعد مشرف مغسله الاموات. انا زميلي بدر بريكان هو مشرف على المغسله وانا مساعد له. هذا احنا الطبقه الاخيره من الكبار السن اللي بقوا اللي تبقوا في مغسله الاموات. وبالتالي تم تعييننا مشرفين على مغسله الاموات. هذه دخول جنازه مع هذا البوابه الرئيسيه. تدخل الى حوض الجنازه على حسب الجنائز على حسب العدد. ثم توضع على حوض الغسيل. بعد حوض الغسيل تستر الجنازه. الله شوف يا عبد الرحمن، العمل يحتاج تعب، الأجر مو بسيط، الأجر مو بسيط، لازم تتحمل. وعندك هنا أنواع الناس، أنواع النفسيات، ها؟ وبالتالي لازم تتحمل، لازم تمسك أعصابك، لازم تدير صح، تحمل الصغير والكبير، لأن هم حالهم غير حالتك، هم ميتهم عندهم ميت وأنت ما عندك حاجة، أنت تقدم خدماتك، وبالتالي لازم تتنازل عن كبريائك. شوف الجنازة عندك كل واحد بابه، كل واحد الباب اللي قالوا لك، البوابة هي تذكرها، فوق 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 فوق. اركب معاهم، يلا اركب معاهم، اركب معاهم حبيبي، خلي اركب اركب. متابعها انت؟ نعم. جزاك الله. حجازي وين هو هذا حجازي؟ يلا حبيب، يلا يا اخوان، يلا يلا يلا، سكر قفل. اي النسيم يا حبيبي. من بيتي الى المغسله، ومن المغسله الى المقبره، مقبرة النسيم، ومن مقبرة النسيم إلى منزلي. هذا هو المثلث يوميا، هذا شغلي، ما عندي شيء ولا أروح لحد، يعني ما عندي يعني دعوات. إذا كان في دعوة وليمة أو زيارة، إذا كان الوليمة إذا كانت بعيدة عن منزلي ما أروح، لأنه يروح علي الليل وأنا ما نمت، أنا تعبان من الساعة السبع، من الساعة السبع إلى ربع إلى قرابة غروب الشمس. الحين أنت أخذ إجازة صح؟ العيادات فيها إجازة، يأخذون إجازة، والجمعة والسبت إجازة. إحنا ما عندنا إجازة، سبت جمعة عيد الأضحى عيد رمضان ما شغالين، ما عندنا ولا يوم عندك إجازة. الإجازة أنت تتحكم فيها، من تبغى ترتاح تأخذ اليوم اللي تبيه، لكن بالنسبة للعياد والعياد وكذا ما عندنا إجازات. هذا اللي يتمنى أني نموت على حسن خاتمة، إن الله يختمني بخاتمة الحسنة. ولكن دائما ينزع الانسان يعني بالنسبه لنهايه الحياه ان تكون على عمل صالح، هذا اهم شيء. ما يهمني متى يجيني الموت ولا ما يجي، هو بيجي الموت يقول الله سبحانه وتعالى اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون.